أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم الموضوعات والمحاور التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الوحدة الأولى من كتاب تاريخ الأردن. دعونا نبدأ. تتناول هذه الوحدة تاريخ الأردن في العصور الحجرية القديمة وأهم الممالك التي قامت عليها. في الدروس الفصل الأول الأردن في العصور الحجرية، الفصل الثاني الممالك العربية القديمة في الأردن، الفصل الثالث الفترة اليونانية والرومانية في الأردن. وكما تلاحظون هذه هي عناوين دروسنا مرة أخرى: الأردن في العصور الحجرية، الممالك العربية القديمة في الأردن، الفترة اليونانية والرومانية في الأردن. بداية أريد أن أنوه أن مشروع الوحدة يقوم أساساً على المهارات البحثية. سيوكل إليك عزيز الطالب تلخيص العصور القديمة في الأردن في عرض تقديمي أو فيديو تعرضه أثناء حصة العرض. بالطبع ستستقي معلوماتك بالبحث في محركات البحث، وتستطيع الاستعانة بما ورد في الكتاب من دروس ومعلومات. التكامل مع المواد الأخرى. يتكامل موضوع هذه الوحدة مع مادة الجغرافيا، حيث تعرض هذه الوحدة حضارات أقامت مواقع تاريخية وسياحية في الأردن، ولابد من التعرف عليها على خارطة وطننا العزيز. أيضاً تتكامل وحدة العصور القديمة مع تكنولوجيا المعلومات، حيث يستخدم الطالب المهارات البحثية في حصة تاريخ الأردن لتعزيز معرفته في موضوعات الوحدة، ثم يستخدم المهارات التكنولوجية في تصميم عرض تقديمي يعرض الأردن في العصور القديمة ملخصاً أهم المعلومات التي اكتسبها خلال هذه الوحدة. النتاجات العامة للوحدة كما يظهر أمامك على الشاشة عزيزي الطالب. تتتبع أهم الإنجازات التي حققها الإنسان في العصور الحجرية، تتتبع التطور التاريخي للحضارات القديمة التي قامت على أرض الأردن، تحلل أسباب نشوء الحضارات على أرض الأردن، تميز بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، تربط بين طرق التجارة وازدهار حضارة الأنباط في الأردن، تقدر الأهمية الاستراتيجية لموقع الأردن في نشوء الحضارات، وتقدر أيضاً أهمية المواقع الأثرية وضرورة الحفاظ عليها، تعتز بالإنجازات الحضارية للحضارات القديمة التي قامت على أرض الأردن. وكما تلاحظون هذا هو الفصل الأول، الأردن في العصور الحجرية. سندرس خلاله كيف قسم المؤرخون تاريخ البشرية إلى فترات تسهيلاً لدراستها، وقد اتفقوا على اتخاذ بعض الأحداث التاريخية المهمة بداية لعصر معين ونهاية لعصر آخر. لذا قسم تاريخ البشرية اصطلاحاً إلى مرحلتين: عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. سنتحدث خلال العصور ما قبل التاريخ عن العصر الحجري القديم، العصر الحجري الوسيط، والعصر الحجري الحديث. بينما نذهب إلى العصور التاريخية سنتحدث عن العصر النحاسي والبرونزي وظهور الإسكندر المقدوني، العصر الحديدي وميلاد سيدنا المسيح عليه السلام. سنتحدث عن الاستيطان البشري في الأردن، أهم المواقع الأثرية في الأردن في أثناء العصور الحجرية، السمات العامة للعصور الحجرية في الأردن سنتعرف إليها أيضا، ومن ثم ستأتي أسئلة الفصل سنناقشها وندرسها بالتفصيل إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك
إلى الفصل الثاني وهو الممالك العربية القديمة في الأردن. نحن نعلم أن هناك الكثير من الحضارات التي استقرت في الأردن بسبب هجرة القبائل العربية التي جمعتها وحدة اللغة والعرق والعادات والتقاليد من شبه الجزيرة العربية. نتعرف خلال هذا الدرس أسباب هجرة القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية. نتعرف أيضاً خلاله إلى مملكة الأدوميين، مملكة المؤابيين، وأيضاً العمونيين. سنتعرف إلى خصائص كل مملكة وما هي الآثار التاريخية التي تركتها كل مملكة من هذه الممالك. نتعرف أيضاً إلى أصل الأنباط ومملكة الأنباط والحياة الاقتصادية ونظام الحكم في هذه المملكة، المظاهر الحضارية لدولة الأنباط والحياة الاقتصادية التي تنقسم إلى الزراعة، الصناعة، التجارة والكثير من التفاصيل. وسيختم فصلنا عادة بالأسئلة للتأكد من أننا وصلنا إلى التعلم الذي نريده. بعد ذلك وكما يظهر أمامك عزيزي الطالب، الفصل الثالث، الفترة اليونانية والرومانية في الأردن. سنتحدث عن الفترة اليونانية ومن ثم سنتعرف إلى العلاقة بين الأنباط واليونان، مظاهر الحضارة اليونانية في الأردن، ما كيف كان فن العمارة، اللغة، الديانة، العملة المعتمدة أيضاً. سنذهب بعد ذلك إلى الرومان، أهم الأعمال التي قام بها الرومان في الأردن، وأيضاً الكثير والتفاصيل التي سنرى الكثير منها، ورود بعض المواقع التاريخية والأثرية نتيجة هذه الحضارات التي قامت في بلدنا العزيز الأردن. عزيزي الطالب، هذا هو عرض سريع وملخص لأهم ما سنقوم بدراسته خلال الوحدة الأولى. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير.